السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم روان جناحي رئيس قسم الترويج والتخفيضات بإدارة حماية المستهلك. مع دخول الشهر الكريم وإقبال عيد الفطر زاد تهافة المستهلكين على الأسواق التجارية، وفي الفترة الأخيرة توجه العديد من المستهلكين للتسوق الإلكتروني. لضمان الحصول على تسوق إلكتروني آمن، احرص على استعمال برامج الحماية والحفاظ على معلوماتك الخاصة والشخصية، وكما يجب الحرص على عند التعامل مع حساب تجاري إلكتروني أن يكون مرخص ويمتلك سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. كما يجب عليك أيضا التعرف على بيانات التواصل مع القائمين على الحساب التجاري الإلكتروني، وذلك لتسهيل التواصل مع المعنيين في حال الحاجة لذلك، وضرورة التعرف على سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالنشاط التجاري الإلكتروني، عدم إتمام عملية الشراء قبل تأكد من جودة السلعة واطلاعك على شروط الأحكام في حال وجودها، ونتمنى لكم تسوق إلكتروني آمن.